عملية تصليب شخصية الشفاه نقوم بها للشفاه بعد الحجم الزائد بشكل غير محبب لإعادتها للشكل الطبيعي. عادة ما يكون سبب الشفاه ذات الحجم الزائد إما من الولادة أو من تغيير خاطئ في شكل الشفاه. عندما نقوم بعملية تكسير الشفاه، فإن العمل يكون بتجميل الشفاه وجعل شكلها جذابا، ولكنه في حال عملها بشكل سيء فإنه يسبب تأثيرا سلبيا كبيرا على جمالية الوجه. إن تكبير الشفاه يكون غالبا عن طريق حقن مادة داخل الشفاه. هذه الحقن هي عبارة عن نوعين، النوع الأول يكون عن طريق مادة الهي آر وهو حمض موجود أصلا في جسم الإنسان، لذلك فإنه لا يحدث أي أثر جانبي، وهذا النوع مع أنه يعطي نتيجة جيدة فإنه بعد فترة قصيرة يقوم الجسم بامتصاصها وإمحاء أثرها. كما يوجد حشفات أخرى دائمة أي أن امتصاصها غير ممكن، ولكن في حال حدوث أي مشكلة فإن معالجتها صعبة جدا. فهنا كما ترون في الصورة، هذه المريضة قد عملت حشوات دائمة لشفاهها قبل عدة سنوات، ومع ذلك فإنها غير ممتنة من شكل شفاهها، بالإضافة إلى أنها عندما تلمس شفاهها تحس بمادة غليظة قاسية، كما أن الشفة السفلى فيها بروزات غير جميلة بسبب تطاول الشفة العليا، فإن الأسنان أصبحت بالكاد ترى عند الابتسام. لتصغير هذا النوع من الشفاه، فإن أحسن طريقة متبعة هي التي نقوم من خلالها بإخراج الجسم الغريب من داخل الشفاه. وبتلك الطريقة، فإننا نقوم بعمل فتح بالشفة في مكان لا يمكن تمييزه، ونقوم بإخراج القدر الممكن من الجسم الغريب من داخل الشفاه. عند القيام بهذه العملية، يجب الاهتمام بعدم تأذية عضلات الشفاه. هنا في الصورة كما ترون، قد تم إخراج هذه القطع من الشفة العليا والشفة السفلى للمريض. كما أنه من المهم أن تكون الخياطة بعد العملية في مكان غير مرئي من الشفاه. وبعد العملية بعشرة أيام يمكنكم أن تروا بأن آثار الخياطة أصبحت غير ملاحظة تماما. إضافة إلى ذلك، فإنه من الواضح بأن الشفة العليا للمريض اتصلت، وعند الابتسام تظهر الأسنان بشكل طبيعي. وبذلك يمكننا أن نقول بأنه عند عمل عملية تصغير الشفاه بشكل محترف، من الممكن إعطاء نتيجة جميلة ومميزة للشفاه.